الإجهاض إلا بغينا نعرفه هو السيدة ملي كتفقد الحمل ديالها أو كتسقط في مرحلة عمرية اللي كيكون الجنين مازال ما مكتملش يعني ما عندوش القابلية للحياة في الخمس شهور الأولى باش كنفرقوها من ولادة مبكرة يعني ابتداء من الشهر السادس والسابع والثامن كتسمى ولادة مبكرة هنا الجنين يعني كيكون عنده قابلية للحياة يكون تدخل طبي في العناية المركزة ويقدر في حال لقدر الله أن السيدة ولدت في هذه الأشهر البيبي كيكون عنده قابلية باش يعيش في حين إذا كان في الخمس شهور الأولى يعني مستحيل البيبي يعيش لأنه ما كيكون مازال جاهيط يعني جنين غير مكتمل. بعد ما عرفت هادشي اسمح لي دكتور قبل الخمس شهور قبل الخمس شهور الأولى كاملة الخمس شهور الأولى كاملة إذا يعني إذا سقطت في الثالث ولا رابع ولا الخامس راه ما كيعيش. بالنسبة لقطع الطامات قبل 24 أسبوع من انقطاع الدورة الشهرية كيكون يعني غير قابل للحياة. بالنسبة لتعريف الإجهاض المتكرر التعريف يختلف بحسب الهيئات العلمية. فبالنسبة لتعريف بالنسبة للتعريف للكلية الوطنية لأطباء النساء والتوليد الفرنسية تعرف الإجهاض المتكرر بثلاث إجهاضات متتاليين يعني ثلاثة ديال الإجهاضات متابعين حتى نقولوا راه السيدة كتعاني بإجهاض متكرر ثلاث شهور الأولى في حين يعني الجمعية الأوروبية للإنجاب وعلم الأجنة تكتفي بإجهاضين يعني سواء متتاليين ولا غير متتاليين جوج ديال الإجهاضات في الخمس شهور الأولى يعتبر إجهاض متكرر يعني بلا ما نتسناو حتى السيدة تدير يعني ثلاثة ديال الإجهاضات. كاين كذلك العامل ديال السن. حنا علاش أهمية ديال التشخيص لأن غنطلبوا واحد الفحوصات باش نعرفوا السبب باش ما يبقاش يتكرر هذا المشكل لأن في تقريبا في 55% راه كنلقاو كتلقاو السبب وفي 45% ما كنلقاوش يعني سبب لهذا المشكل ديال الإجهاض المتكرر. فمن كان من الضروري يعني يعني نحددوا الفحوصات اللازمة اللي خاصها دير كل امرأة عندها إجهاض متكرر. في الغالب ملي كيكون الإجهاض في الثلاث شهور الأولى ماشي بحال ملي كيكون في الشهر الرابع ولا الخامس يعني شحال من مرة السيدة كتكون متبعة الحمل ديالها كتفوت الثلاث شهور الأولى كتدخل في الشهر الرابع ففي الشهر الرابع حتى كتمشي لزيارة الطبيب وكتفاجأ يقول لها الطبيب راه النبض توقف. في الغالب كيكون بعض الأمراض المناعية الذاتية أو ما يعرف بمتلازمة أضداد الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد هي عبارة عن شحوم كيدخلوا في التركيبة ديال الخلية في الغشاء ديال الخلية في الممبران سيلولير والاضطراب في هذا الجهاز المناعي كيجعل أن الجسم ديال الإنسان ما كيبقاش يتعرف على الجنين وكيفرز أجسام مضادة اللي كيهاجموا الجنين يعني وكيهاجموا هاد الفوسفوليبيد وهاد الشحيمات اللي كيكونوا في الغشاء الخلية هما كيتدخلوا في واحد العمليات ديال تخثر ديال الدم وبالتالي يعني كينتج على ذلك ان هناك مشاكل في التجلطات على مستوى الأوردة ديال المشيمة إن هذا المرض مناعي ذاتي كيعطي تجلطات هذوك التجلطات يعني كيجعلوا أن المشيمة كيوقعوا فيها واحد تجلطات صغيرة والتدفق الدم للجنين كينقص وبالتالي البيبي يحبس في النمو ديالو وكيتوقف. وهنا كنصحوا هاد السيدة يعني خارج إطار الحمل دير تحاليل ديال المضادات الأجسام المضادة ديال هاد الشحيمات اللي كيتسموا لي زانتيكور انتي فوسفوليبيد خاصها تاخذهم قبل ما تحبل؟ لا ماشي تاخذهم خاصها نديروا فحوصات الفحوصات يعني في حال الى خرجوا هاد الأجسام المضادة طالعين هذا مؤشر الى مرض مناعي يسمى متلازمة أضداد لفوسفوليبيد. وهنا كاين العلاج كنعطيو يعني بعض الأدوية والحقن اللي كيزيدوا
من السيولة ديال الدم وكيمنعوا تكون ديال التجلطات. وهاد الحقن او هاد الادويه كتاخذهم مباشره ملي كتحمل حتى كتحمل اي غير تحمل تعطل عليها الدم بالنهار تمشي دير تحليلات تعرف راسها حامله كنبداوهم في حال كان هاد المشكل ديال هاد المرض اللي كيعطي التجلطات كتبداهم وكتبقى تاخذهم يوميا تحت المراقبه الطبيه حتى ل 34 اسبوع يعني حتى كتدخل الثامن عاد كتقدر انها كتحبسهم. احيانا كيكون بعد السيده كتوصل حتى للخامس ومع الاسف كيبدا يجيها الوجع التقلصات وكيطيح لها البيبي وكيتزاد حي البيبي. هنا كيكون مشكل في كفاءه عنق الرحم. بعض المرات هذيك العضله ديال عنق الرحم ما كتكونش عندها الكفاءه باش كتستحمل داك الثقل ديال الحمل. فمع التقدم الاشهر ديال الحمل كتوصل لخمس شهور عنق الرحم فيه مشكل كنعيطوا لها لابيونس سيرفيكو ايزميك. ما داك العضله ما كتكونش يعني عندها الكفاءه باش كتبقى تستحمل داك الثقل كيتحل فم الوالده وكتولد. ملي كيكون مشكل عنده علاقه بالغده الدرقيه هادشي الاهميه ديال الفحص. يعني كاين هناك فحوصات ضروريين اي امراه وقع لها فيته في العمر ديالها 35 سنه وقع لها ثلاثه ديال الاجهاضات او قل من 35 سنه وقع لها جوج ديال الاجهاضات كنطلبوا منها تحاليل ديال الهرمونات كنشوفوا هرمون الحليب لان هي تقدر تكون سبب الا كانت مرتفعه في الاجهاضات المبكره. كنطلبوا هرمونات اخرين كنشوفوا بعض المرات المخزون المبيض من البويضات لانه الا كان عندها السيده نقص في المخزون داك الشويه يعني اللي كيبقاو ديال البويضات في المبيض ما كيكونش عندهم الكفاءه والجوده. فكتكون يعني بالتالي تكوين جنين غير سليم. هناك مشاكل في الغدة الدرقية. هاد التحليلة بسيطة ديال الغدة الدرقية كنطلبوا الهرمونات ديال الغدة الدرقية ولا الهرمون المتحكم في الغدة الدرقية اللي هي لا تي اس اتش. وفي حال قصور في الغدة الدرقية كاين العلاج كنعطيو لا ليفوتيروكسين. يعني ان السيدة اللي دارت الفحص وكاين السيدة اللي كتكون عندها جدار في الرحم تشوهات خلقية في الوالدة. هنا كنشوفوها يعني بالفحص بالصدى ثلاثة أبعاد كنشوفوا هذاك الجدار وكنقدروا نعالجوه. يعني كان العلاج بسيط كنديروا استئصال داك الجدار لأن الجنين يعني ملي كيجي يتعشش في البطانة ديال الرحيم كيلقى داك الجدار كيزحمه ما كيخليهش يكبر ومع التقدم كيزيد يكبر هذاك الجدار يعني كيلقى بحال شي واحد يعني كيزحمه كيطيح. فبالتالي لا عالجنا حنا قبل السيدة ما تقدم على الحمل وعالجنا هذه المشاكل تشوهات خلقيه الامور كتدوز على احسن ما يرام. كاين مشاكل متعلقه بداء السكري وداء السكري راه منتشر في المجتمع ديالنا للاسف. وبعد مرات السيده ما كتكونش على درايه وعندها داء السكري حتى كتحمل وكدير الاجهاض كتبقى دير داك الاجهاض المتكرر عاد بين ما كنطلبوا لها الفحوصات كنلقاوها عندها علاقه المشكل وكان قادت مستويات السكر قبل ما تقدم مع الحمل ما غاديش يوقع على هذا المشكل. هناك اسباب كثيره ولكن الشائعه هي هذه دكتور الشائعه هي هذه المشاكل ديال الاضطراب في المناعه الذاتيه كذلك. هناك مشاكل في تخثر الدم كنعيط لهم لي ترومبوفيليك كيعطيو 15% ونادرا عند بعض الازواج كيكون عندهم مشاكل في الكروموزومات ماشي الجاني كان الازواج يعني هذا المشكل ان اما الاب ولا الام كيكون عنده واحد الكروموزوم اللي غير طبيعي كنعيطوا يعني كيكون طرف من الكروموزوم كينتقل للكروموزوم واحد اخر كيكون كيتسمى ما يسمى بالنقل يعني مشكل نقل في الكروموزومات هي لا ترانسلوكاسيون. هاد الاشخاص لا يبدو عليهم اي مشكل يعني خارجي وهم حاملين لهذا الكروموزوم الغير طبيعي ويقدروا ينقلوه للبيبي والبيبي يعني يتوقف النمو ديالو ويكون هناك يعني بعض الخطرات يقدر يكون جاي من الراجل او من المراه بلا ما يكون عند في الصفه ديالهم حتى شي مشكل. وهنا كنديروا تحليله يسمى بالكاريوتيب يعني فحص صبغي للابوين كناخذوا عينه من الدم وكنشوفوا الخلايا ديال الاب والخلايا ديال الام وكناخذوا واحد الخريطه صبغيه وكنشوفوا واش ما عندهمش هذا المشكل ديال التشوه على مستوى الكروموزومات فيما يتعلق بنقل الكروموزومات. وهذا عنده علاج يا دكتور؟ هذا كنوجهوهم لو كونسي جينيتيك يعني كاين الطبيب اخصائي في هادشي ديال لا جينيتيك يعني المشاكل ديال الكروموزومات اللي غادي يقول لنا واش فعلا
هاد التشوهات ديال الكروموزومات عندهم علاقه بالاجهاض المتكرر. وفي هذه الحاله الى اتضح ان كاين واحد لوليان بيناتهم كنقترحوا اطفال الانابيب. وملي كنوصلوا للمرحله باش كنرجعوا الاجنه للرحم ديال الام كنفحصوا هذه الاجنه الدياغنوستيك بري ماكوش عندها تشوه. الا كناخذوا غير واحد الخليه في نهار الخامس من الجنين وكنحلوها الا بان هذاك الجنين سليم كنرجعوه للرحم، كان غير سنين لا داعي يعني نرجعوه باش غادي يعني في اخر المطاف غادير السيده اجهاض. هاد الادويه اللي كيزيدوا من الميوعه ديال الدم ديال السيوله ديال الدم هادو ما خاصش المراه الحامل تاخذهم الا ما كانش هناك في الفحوصات اللي دارت مشاكل متعلقه باجسام مضاده او مشاكل في تخثر الدم. يعني لا فائده، يعني تقدر اذا كانت هناك دارت تحليل السيده واتضح انها عندها الاجسام المضادة لهذا الشحوم اللي هضرنا عليهم لي زانتيكور انتي فوسفوليبيد، فمن الضروري تاخذ هذه الادويه وتواظب عليهم وتتبع وراه ما يكون غير خير ان شاء الله. في حين الا ما عندهاش هذه التحاليل، عندها تحاليل طبيعيه وما عندهاش مشكل، لا داعي تاخذهم، راه تقدر تاخذهم وتسقط لان المشكل ما جيش من السيوله التخثر ديال الدم. بالنسبه للسيدات اللي كياخذوا هذوك الادويه اللي كيعالجوا حب الشباب، احنا ملي كان يعني من طبيب الجلد ملي كيوصفهم كيعطي معاهم استشاره ديال الاطباء الاخصائي في امراض النساء والتوليد اللي كيوصف مانع الحمل، لان يعني خطر كبير اذا السيده كتاخذ هذوك الادويه ديال الجلد وحملات كيكون البيبي مشوه، احتماليه تكون مشوه كبيره. السيده ملي تعالج المشكل ديال الحبوب توقف هذاك الدواء وتسنى واحد يعني المده ديال سنه عاد تبدا تخطط، يعني ديك الساعه تقدر تحمل بعد سنه ترتاح واحد السنه. المشكل ديال القرابه هو عامل من عوامل الخطر للاصابه بامراض صبغيه، مشاكل كمثلا مرض ثلاثي الصبغي او بعض التشوهات الخلقيه. وفي هذه الحاله يعني هو فقط عامل من عوامل الخطر، هناك عوامل خطر اضافيه. يعني السيده ملي تحمل ان شاء الله غادي تتبع مع الطبيب، وحنا عندنا واحد يعني في خلال تتبع الحمل كنديروا بعض الفحوصات في بدايه الشهر الثالث كنعرفوا بهم واش كاين هناك احتماليه لمشاكل تشوهات خلقيه. كنديروا ملي كتكون السيده حامله كنعبروا بالفحص بالصدى ليكوغرافي في بدايه الثالث واحد السائل اللي كيكون في رقبه الجنين، وكنعبروا واحد جوج هرمونات في الدم اللي هي لابابا والاسي جي. وبناء على هاد الثلاثه ديال المعطيات كناخذوا كيعطيونا الطبيب المختبر شحال احتماليه الاصابه بامراض يعني صبغيه، مرض ثلاثي الصبغي. في حال اذا كان الاحتماليه اكثر من وحده على الالف هنا ما كنديروا حتى شي حاجه. كان بين 51 1000 هنا كنديروا الدي بي ان اي، يعني واحد الفحص من الدم ديال المراه وكنقلبوا فيه على واش ما كاينش يعني على الخلايا ديال الجنين. وملي كنلقاو الخلايا ديال الجنين كنديروا خريطه صبغيه كنشوفوا فيه واش الجنين سليم ولا لا. في حين اذا كان احتماليه اكثر من 1/50 بناء على التحاليل الاوليه اللي درنا، في هذه الحاله كناخذوا عينه من السائل الامنيوسي وكنحلوه باش ما كنشوفوا، لان كيكون احتماليه كبيره تكون مشكل صبغي، فكنمشيو مباشره كناخذوا اما عينه من المشيمه اذا كان الحمل مازال صغير كتسمى لا بيوبسي دو تروفوبلاست، واما عينه من السائل الامنيوسي في هذه الحاله وكنحلوا باش كنشوفوا واش ما كاينش مشاكل صبغيه. نعم طيب. ما دير والو دابا، يعني توقف ذاك الدواء تسنى واحد المده زمنيه سنه تبدا تاخذ الفيتامينات الحمض الفوليك وتبدا يعني ملي تحمل تباشر مع الطبيب الاخصائي. الدراسات الحديثه بينات ان نسبه الاجهاض في حال تكيس المبيض 35%. خاصنا نعرفوا بان في الحالات الطبيعيه سيده من اصل خمسه السيدات غيوقع لهم اجهاض، يعني 18-20% هذو الحالات الطبيعيه. غير في حال تكيس المبيض كيكون احتماليه حدوث هذا الاجهاض اكبر،
شويه. هذا لا يعني اي سيده عندها تكيس المبيض راه غادي يوقع لها اجهاض، لانه ما مشكل خلل هرموني. يعني التكيس المبيض كيكون ارتفاع مستويات ديال الهرمونات الذكوريه، كيكون مشاكل في الانسولين، مقاومه الانسولين، وهذا كله هذا الخلل الهرموني كيكون من بين الاسباب ديال اللي كيزيدوا من احتماليات. لكن السيده اللي عندها تكيس المبيض ومتبعه مع الطبيب ديالها وكتاخذ المكملات الغذائيه ونظمنا حنايا قبل الهرمونات، فالحمد لله يعني نقدروا نقولوا بانها يعني نسبه الاجهاض قد تكون يعني نسبيا بحال الحالات الطبيعيه. تسمم الحمل، تسمم الحمل هو واحد الحاله ما اللي كتوقع عند المرأة الحامل في الغالب ملي كتبدا الفصل الثالث من الحمل، كتكون عندها ارتفاع مستويات الضغط الدموي. نعم. يعني كتطلع لها التونسيون، وهذا ارتفاع ديال الضغط الدموي كيكون مصحوب ببروتينات في البول. هذه الحاله تشكل خطر عند البيبي وعند الام، هي تتطلب تدخل طبي، لانها الله يستر تقدر تعطي يعني الوفاه بالنسبه للجنين ومضاعفات حتى بالنسبه للام. لهذا يعني هذه السيده اللي وقع لها هذه المشاكل ديال تسمم الحمل، والغالب هو هذا السبب اللي جعل انها خاصه غير تبدا الحمل كنعطيو واحد الادويه اللي كيزيدوا من السيوله ديال الدم، لان اتضح بان السبب الرئيسي وراء تسمم الحمل هو مشكل في المشيمه، في التكوين ديال المشيمه. يعني التكوين اثناء يعني البيبي ملي كيدخل في البيطان وكيتعشش وهذيك المشيمه كتبدا تتكون، كيكون هناك بعض البروتينات من حطام المشيمه اللي كيدوزوا في الدم ديال الام وكيديكلونشي واحد العمليات اللي كيجعلوا انه لاحقا كيتكون هذا المشكل ديال الاوعيه الضغط الدموي ولا يأثرنا على الجنين. دونك كنبداو لهم لاسبيرين بواحد الجرعات قليله من بدايه الحمل، فبالتالي كيكون هذاك ما كيبقاش هذاك المشكل على مستوى المشيمه وما كيتكررش الامر. دونك هذه السيده غير تحمل خاصها ضروري تباشر مع الاخصائي باش يبدا لها هذا العلاج، باش هاد ان شاء الله تكمل الحمل بسلام وما يعودش هذا المشكل لانه يقدر يتكرر ديال تسمم الحمل. تسمم الحمل راه ماشي هو التسمم الغذائي. فعلا الايه واضحه الفكره. الضغط الدموي يعني الطونسيون فاش كيطلع؟ كيطلع مع بروتينات في البول. في البول. وباش نرجعوا للتسمم غنرجعوا باش نجاوبوا يعني السيده اللي سولت على التسمم الغذائي واش كيسبب الاجهاض. نعم، الا كان بعض الاطعمه ملوثه اللي كتكون يعني خصوصا بعض الالبان اللي ما كيكونش باستوريزي، هنا تقدر تشد المراه الحامل ما يسمى بالليستيريوز، وهذه تقدر تسبب لها يعني حمى وتسبب لها في اجهاض. كذلك بعض اللحوم النيئه اللي ما كيكونوش مطبوخين مزيان كيكون فيهم داء المقوسات اللي كيعرفوها السيدات بلا توكسو. دونك اي تسمم غذائي من هذا يعني من هذا الباب يقدر يكون سبب في الاجهاض. كانت عندي واحد الحاله ملي كنت في اقليم الشاون اللي دارت الفحوصات وتبعات، وكان يعني واحد المواظبه في زياره الطبيب، والحمد لله جاب الله التيسير الحمد لله ولدات. يعني عمرها ما تفقد ماشي حيت وقع لها، راه المشكل خصنا غير نشخصوا السبب باش نعطيو العلاج على حسب السبب باش ما يتكررش المشكل. لهذا السيدات اللي دا يوقع لهم اجهاض مره واحده ولا اجهاض متكرر خصوصا يعني ما يلوموش راسهم، راه ما عنده حتى شي علاقه. يعني كنلقاو بعض الازواج كيلوموا السيده كيقولوا لها لا راه زيتي ثقال وطلعتي في الدروج، راه ما كاين حتى شي علاقه بين كثره الحركه والاجهاض.